عالم الوحي ذاك العالم العظيم تنزلت روعة الآيات والسور تنزلت من أعالي الطهر يحملها جبريل بالموكب وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. قال ابن كثير لما ذكر عن المنافقين أنهم نقضوا العهد الذي كانوا عاهدوا الله عليه لا يولون الأدبار وصف المؤمنين بأنهم استمروا على العهد والميثاق وصدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أي أجله، ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله أي وما غيروا عهد الله ولا نقضوه ولا بدلوه. ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. الحياة دار ابتلاء واختبار، ولن ينجو منها إلا من كان صادقا مع الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأعظم الصدق أن تصبر على الطاعة وأن تصبر حين الابتلاء والمحن، لأنك تعلم أن الله عز وجل كما صدقت بظنك أنه سينجيك وإنه سيجازيك خير الجزاء، سوف تلقى ما صدقت الله عليه بل ويزيدك من فضله، فاصدق مع الله دائما يصدق الله معك. يا قارئا لي كتاب الله إن لنا نفسا تتوق إلى التطريب والسماري، فاخطف لنا من زهور الصوت أجملها، فكلنا عاشق للورد. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا.